أنا الدكتور خالد خريسات، مؤسس شركة منصة دمج الأكاديمية بالصناعة، وهي منصة تم تأسيسها بال 2019 لتمكين القطاع الأكاديمي والصناعي من الشراكة والاستفادة من القدرات الموجودة بين الطرفين. تتميز شركتنا بنموذج عملها الفريد بإدارة المشاريع المشتركة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي وتمكين الطرفين من الشراكة بنموذج عمل مقبول للطرفين. بتقدم شركة جيب خدماتها للقطاع الأكاديمي بشكل عام وللقطاع الصناعي، إضافة للقطاع التجاري المهتم بالبحث والتطوير وخلق منتجات من خلال البحث والتطوير والتصنيع التعاقدي. تعتبر شركة جيب جزء بتنفيذ العديد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي والعديد من الجهات لبناء القدرات للشباب والفئات المهمشة، ومن ضمنها تمكين السيدات في العديد من المشاريع. خلقت شركة جيب على مدى السنوات الماضية العديد من الشراكات إقليمياً ودولياً، تستعد جيب لإطلاق العديد من خدمات من خلال هذه الشراكات.